ضربات صاروخية جديدة استهدفت القواعد التي تتواجد ويتواجد فيها التحالف الدولي بالقرب من الحدود العراقية وتحديدا في الداخل السوري يوم أمس. كل هذا اعترفت به بشكل مباشر القيادة الأمريكية المركزية بهذا الشكل الذي ترونه ببيان صدر مباشرة بعد ساعات قليلة من الهجوم الذي جاء تقريبا في الساعة 7 مساء يوم أمس بحسب التفاصيل التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية. وطبعا ما أكدته بأن الهجوم جاء تحديدا على قاعدة حقل العمر النفطي بهذا الاتجاه التي تبعد 8 كيلومترات تقريبا عن مدينة الميادين التي تعتبر نقطة نفوذ كبيرة جدا للفصائل المسلحة المقربة من إيران. هنا الحدود العراقية السورية كما تلاحظون، هنا الأراضي العراقية، هنا الأراضي السورية باللون الأحمر هي مناطق نفوذ الحكومة السورية والفصائل المسلحة المقربة من إيران، وباللون الأصفر هي مناطق تواجد قوات سوريا الديمقراطية وكذلك قواعد التحالف الدولي. الضربات جاءت باستخدام 4 صواريخ مباشرة ضد هذه القاعدة. هذه الصواريخ تحديدا 3 منها هي التي انطلقت تجاه القاعدة، وواحدة من هذه الصواريخ لم تنطلق، وهي بشكل مثير من نوعية الصواريخ التي تستخدمها الفصائل المسلحة المقربة لإيران، وهي معروفة لدينا في العراق، هي صواريخ الكاتيوشا من نوع 107 ملم التي اعتدنا أن نراها في هجمات كانت تتم على السفارة الأمريكية في بغداد، كانت تتم على قواعد يتواجد فيها مستشاري التحالف الدولي. وهذا ما يؤشر بشكل واضح أن الفصائل المسلحة هي التي تقف ضد هذا الهجوم. كما تحدثنا 3 صواريخ التي استخدمت ضد هذه القاعدة لم يكن واضحا من بيان التحالف الدولي أو القيادة المركزية الأمريكية تحديدا إذا ما كان هنالك أي جرحى أي قتلى أو أي أضرار من طبيعة هذه الضربات. ولكن هذا الهجوم كان خطيرا للغاية، إلى درجة أن الكتاب الذي صدر والتفاصيل من القيادة المركزية الأمريكية كان يوضح بأن لا زال هنالك تحقيقات حول هذا الهجوم الذي تم. لماذا؟ لو اقتربنا قليلا من تفاصيل تأتي هنا بهذا الشكل، إذا ما اقتربنا منها سنلاحظ بأن ما هو مذكور أن الصاروخ الرابع الذي لم ينطلق هو كان يبعد 5 كيلومترات، أي بما معنى أن الصواريخ الأربعة كانت على بعد 5 كيلومترات فقط من قاعدة حقل العمر النفطي. ولهذا نحن أمام هذه التحقيقات. إذا ما توجهنا إلى الخارطة مرة أخرى إلى منطقة الميادين التي تحدثنا عنها لنقترب من هذه المنطقة قليلا لنفهم لماذا 5 كيلومترات تعتبر مشكلة ولا بد من التحقيق بها. هذه القاعدة الجرين فيليج أو قاعدة حقل العمر النفطي الموجودة بهذا الشكل أو كما يطلقون عليها القرية الخضراء، عندما نحسب ونأخذ مسافة 5 كيلومترات سنجد أنفسنا تقريبا بهذا الاتجاه. إذا ما كانت بهذا الاتجاه على سبيل المثال أو بهذا الاتجاه الذي ترونه، هذه كلها اتجاهات تقريبية تقريبا لمسافة 5 كيلومترات التي تحدثت عنها القيادة المركزية الأمريكية. وبالتالي هذا يوضح بشكل خطير للغاية أن هذه الفصائل المسلحة تمكنت فعلا من عملية الدخول إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي من دون أن تتمكن لا قوات سوريا الديمقراطية ولا قوات التحالف الدولي من ضبط هذه المنصات الصاروخية وهذه الفصائل عندما دخلت إلى هذه المنطقة. بالتالي هم دخلوا، نصبوا هذه الصواريخ، قاموا بتوقيتها وانسحبوا وقاموا بهذا الهجوم مباشرة. وخمسة كيلومترات تعتبر خطيرة رغم أن الصواريخ هي صواريخ الكاتيوشا معروفة بعدم دقتها في الإصابة، ولكن صواريخ الكاتيوشا في طبيعة الحال هي بالنسبة لمداها تصل إلى 8 كيلومترات. في الفترة الأخيرة تم ملاحظة بأن الهجمات بصواريخ الكاتيوشا بدأت تصل إلى 12 كيلومترا أو حتى أكثر، قد تكون بتخفيف حشوة الصاروخ أو تطوير هذه الصواريخ بشكل أكبر. وبالتالي الهجوم من على 5 كيلومترات في ظل هذه المديات يعني أن الهجوم قد يكون خطيرا، وعلينا أن لا نستبعد إن كانت هنالك تفاصيل أكثر حول إصابات أو أضرار قد وقعت في هذه القاعدة. ننتظر ونرى، حتى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن الصواريخ التي تمت وهذا الهجوم الذي تم الصاروخي على هذه القاعدة لم يكن قادما، الصواريخ لم تنطلق من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة باللون الأحمر، وبالتالي المنطقة التي جاءت هي منطقة قريبة جدا من هذه القاعدة. المثير بهذا الأمر بأن هذا لم يكن هو الهجوم الوحيد، بل قبل يوم واحد ب24 ساعة كان هنالك هجوما مجهولا وغامضا على قاعدة الشدادي تحديدا الموجودة في مدينة الشدادي
في داخل سوريا وهي بالقرب من الحدود العراقية. تحدثت وكالة عين الفرات عن هذا الهجوم، وعدد من الوكالات السورية لم يعرف أحدا من الذي قام بهذا الهجوم، ولكن علينا أن نتذكر في السابق كانت هذه نفس الوكالات قد تحدثت عن هجمات سابقة بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران دخلت من داخل الحدود العراقية إلى الداخل السوري وقاموا بالهجمات على قاعدة الشداد. بتفاصيل تحدثت عنها الوكالات السورية ووضحت بأن الهجمات ممكن أن تأتي من أي اتجاه، وبالتالي نحن أمام هجوم في الشدادي وأمام هجوم في هذه القاعدة التي تحدثنا عنها وهي قاعدة حقل العمر النفطي، وبالتالي 18 و17 هجمتين. ولكن لماذا هذه الهجمات تأتي بهذا الشكل المتوالي؟ هنالك قضية مثيرة للغاية، أن في 17 أيضا في الساعات الأولى من 17 من أغسطس تحديدا قبل يومين كان هنالك هجوما كبيرا إسرائيليا في الداخل السوري، قد يفسر لماذا بدأنا نرى هذه الهجمات. الهجوم طبعا جاء بهذا الشكل في إحدى اللقطات لهذه الضربات، كما نلاحظ إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة من الأجنحة لإحدى الصواريخ التي استخدمت أثارت الكثير من الجدل. عدد من الخبراء في مسألة الصواريخ والمسائل العسكرية أكدوا أن هذه الأجنحة هي تابعة إلى صاروخ مجنح بهذا الشكل وكأنه طائرة مسيرة، وهو من نوع سبايس ألف، هو الذي استخدمه والذي تستخدمه إسرائيل في ضرباتها، استخدم ضد مستودعات موجودة في مطار دمشق الدولي. ولكن أين بالضبط هذه الضربات وكيف كانت هذه الضربات؟ الضربات لم تكن عادية أبدا. إذا ما ذهبنا مباشرة إلى الداخل السوري لكي نفهم لماذا هذه الهجمات إلى شرق نهر الفرات جاءت هنا سوريا، لنذهب مباشرة إلى دمشق. كانت هنالك النقطتين التي استهدفت في الداخل السوري من هذه الهجمات، النقطة الأساسية والهدف الأساسي هو مطار دمشق الدولي بهذا الاتجاه، أما النقطة الأخرى فهي تأتي بهذا الشكل إلى تل صغير بهذا الاتجاه كانت فيه منظومة رادارية. كانت الضربة في البداية على هذه المنظومة الرادارية لتعطيل المنظومات الدفاعية بالقرب من مدينة الكسوة التي تأتي بهذا الاتجاه، وبعدها جاءت الضربة ضد هذا المطار. لنقترب من هذه المنظومة الرادارية لكي نفهم أين هي بالضبط وكيف قاموا بهذه الضربة. طبعا الضربة التي جاءت على هذه المنظومة أدت إلى مقتل 5 من عناصر الجيش السوري. هذا هو التل الذي ترونه. دعونا نقترب من المنظومة الرادارية بالضبط. هذه هي المنظومة الرادارية التي ضربت ودمرت بالكامل قبل القيام بالهجوم الكبير الذي جاء على مطار دمشق الدولي. إذا ما توقفنا عند هذه الصورة فتحديثات القمر الصناعي هي التي تؤكد التفاصيل التي ذكرتها لكم بالتوجه إليها. هذا هو التل الذي تلاحظونه، لنقترب منه قليلا ولنلاحظ المنطقة التقريبية لعملية تواجد الرادارات والضربة التي تعرضت إليها. سنلاحظ بأن تغير اللون هو يوضح الضربة التي جاءت بهذا الاتجاه. دعونا نذهب الآن إلى مطار دمشق الدولي والضربة التي جاءت على هذا المطار المهم للغاية والذي قد تكون سببا هذه الضربات. طبعا كما نتحدث الآن من عملية ردة الفعل من الفصائل المسلحة التي قد تكون خلف الهجمات على قاعدة حقل العمر النفطي والشدادي بالاقتراب من مطار دمشق الدولي بالاقتراب بهذا الشكل. سنلاحظ بهذا الاتجاه أن النقاط التي ضربت هي كانت النقطة المخازن التي تأتي بهذا الاتجاه وكذلك المخازن بهذا الاتجاه، وهي منطقة طبعا قريبة من مناطق طائرات الشحن التي عادة ما تأتي طائرات الشحن الإيرانية التي تحمل السلاح من إيران إلى مطار دمشق الدولي تقف هنا وتقوم بعملية نقل الحمولة التي هي تمتلكها طبعا. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى صور محدثة أيضا من القمر الصناعي هي التي أكدت لنا هذه الضربات، ستلاحظ هذا هو مطار دمشق الدولي كما تحدثنا حول هذه النقطة وحول هذه المنطقة تحديدا. لنقترب منها ولنركز على هذه المنطقة تحديدا والتغير الذي جاء. ستلاحظ بأن الضربة كانت واضحة في هذه المنطقة، واضح جدا التغير في اللون الذي جاء وهو يوضح الضربة الكبيرة التي جاءت، وأيضا بالنسبة لهذه المنطقة واضح للغاية كيف تغيرت بهذا الشكل كما تلاحظ. وبالتالي نقطتين مهمتين ضربت بهذا الشكل، وذلك بسبب
أن كانت هنالك طائرة شحن إيرانية قبل يومين تقريبا كانت موجودة في منطقة الشحن التي ترونها هنا، والطائرة التي أتحدث عنها هي من نوعية طائرات مهان إير التابعة إلى الحرس الثورية الإيراني التي يستخدمونها في شحن الأسلحة بحسب الكثير من الاتهامات للمراقبين. كانت حاضرة بهذا الشكل الذي ترونه، وإذا ما اقتربنا منها هذه هي الطائرة تحديدا التي من الواضح بأنها تمت مراقبتها بشكل كبير، وبالتالي قد يفسر تماما الضربة التي جاء ضد هذا المخزن بأنها تواجدت هنا، قاموا بنقل الحمولة، ضربت مباشرة باختصار شديد للغاية. هذه الضربات يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مرحلة استنفار في قواعدها في داخل سوريا بعد تكثيف الضربات الإسرائيلية في الداخل السوري، لأنهم يعلمون تماما وبتفاصيل الاستخبارية لم تعد سرا. نشرت في 28 من أغسطس الماضي على نيويورك تايمز، أكدت بأن كان هنالك اجتماعا بين الحرس الثوري بين إيران والفصائل المسلحة المقربة لهم والسوريين. السوريين طلبوا من الإيرانيين أن لا يكون هنالك استهدافا من الفصائل المسلحة مباشرة ضد إسرائيل إذا ما إسرائيل قامت بمثل هذه الهجمات، وبالتالي اتفقوا من خلال هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه نيويورك تايمز بأن الفصائل المسلحة إذا ما تمت هذه الاستهدافات من إسرائيل ستستهدف القواعد الأمريكية وتحديدا قاعدة التنف، يحاولون التركيز عليها بسبب موقعها الاستراتيجي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بعد الضربات وتكثيف الضربات مع هذه المعلومات دخلوا في استنفار في قاعدة التنف التي تقع في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا وإلى شرق نهر الفرات. كذلك يجب أن ننتبه أن الضربات ضد قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هي تأتي لهدف أكبر، ألا وهو إخراج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وتعزيز النفوذ للفصائل المسلحة إذا كانت في العراق أو في سوريا في هذه المنطقة المهمة للغاية، خاصة وأن هذا الأمر وإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط هو أمر كان حاضرا من الاجتماع الذي كان حاضرا به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس التركي في داخل طهران. تحدث المرشد الأعلى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذه المسألة تحديدا بأن علينا إخراج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط، كذلك هي تفتح الباب لزيادة نفوذ أكبر لروسيا في العراق في سوريا في الخليج وغيرها، وأيضا بالنسبة للصين، وبالتالي تعتبر حرب جيوسياسية نفوذ عالي للغاية تأتي في الشرق الأوسط في ظل هذه التفاصيل. والولايات المتحدة الأمريكية منتبهة لهذه المسألة، ولكن لا زالت هنالك فرصة للعودة للاتفاقية النووية مع إيران رغم المصاعب التي تواجهها والتي قد تغير الكثير من خارطة الأمور التي نراها هنا. وهذا كان واضحا من كلام صادر من هذا الرجل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل توجهه مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على 60 مينتس على سي بي اس نيوز الأمريكية. ظهر بهذا الشكل الرجل وتحدث وقال بأن مسألة الاتفاق النووي هي مهمة، ولكننا لا نثق بالولايات المتحدة الأمريكية وعليهم تقديم الضمانات من أجل العودة للاتفاقية النووية، فهم من خالفوا هذه المسألة وانسحبوا من هذه الاتفاقية النووية. وبعد هذا اللقاء ظهر بهذا الشكل ظهرت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهي تغادر طهران متوجهة إلى نيويورك بهذا الشكل، وهذا هو التسجيل الخاص بالطائرة الحكومية الإيرانية من نوع كما تلاحظون هنا إيرباص A340-313 التي توجه بها إبراهيم رئيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. المثير فيما يتعلق بالمفاوضات النووية أن ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان واضحا وقال بصريح العبارة بأن مسألة العودة إلى الاتفاقية النووية والتفاوض أثناء زيارة رئيسي إلى نيويورك هي حاضرة ومن الممكن، ولم يستبعد أن تكون هنالك عملية لقاءات واجتماعات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل العودة إلى الاتفاقية النووية. لذلك الطريق لا زال حاضرا، خاصة وأن مسألة العودة للاتفاق النووي هي مسألة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية. الدولار الأمريكي في مواجهة
العملات الرئيسية الكبرى، وصل إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما الجمعة الماضية، ولكن في نفس الوقت هو تراجع بنسبة 1% تقريبا اليوم بحسب الأنباء التي نشرت من CNBC الأمريكية. ولكن الدولار الأمريكي في نقاط قوة على ما يبدو، في طريق للتوجه إلى نقاط قوة. كذلك الإدارة الأمريكية الديمقراطية طبعا نجحت بشكل كبير في الداخل الأوكراني وما جرى من روسيا مع أوكرانيا. كما نلاحظ الخارطة باللون الأحمر، كانت روسيا متقدمة في 20 مارس بهذا الشكل في داخل أوكرانيا، وصلوا إلى كييف كما تلاحظون بهذا الشكل، وأصبحوا على بعد 10 كيلومترات من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهذا الشكل. ولكن في نهاية المطاف الدعم الأمريكي والدعم الناتو غير كل المعادلة. لاحظ كيف انسحبت القوات الروسية بهذا الشكل، سيطرت القوات الأوكرانية، وبعد ذلك خلال هذا الشهر تغيرت الخارطة هنا بالنسبة إلى مناطق خاركيف. ولاحظ كيف أن القوات الأوكرانية سيطرت في 12 سبتمبر، وكذلك كان هنالك تقدما في ميكولايف في هذه المناطق، وبدأت القوات الأوكرانية وأوكرانيا تتحدث عن مسألة استعادة شبه جزيرة القرم هذه المرة التي فقدوها في عام 2014 إلى روسيا. وبالتالي الأمور بدأت تنقلب بسرعة، وكلها تأتي في مصلحة الرئيس الأمريكي جو بايدن. أيضا كانت لديه تصريحات إلى نفس البرنامج على CBS نيوز الأمريكية على 60 مينتس، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القوات الأمريكية قادرة على عملية وستدافع عن تايوان إذا ما فكرت الصين في عملية غزو تايوان. بالتالي الإدارة الأمريكية إذا ما عادت إلى الاتفاق النووي ستستفيد من الغاز الإيراني، ستستفيد من النفط الإيراني، وطبعا سيتقدم نوعا ما وسيفتح بابا للرئيس الأمريكي مرة أخرى لكي يرفع مسألة مصادقة الشعب الأمريكي عليه بهذا الشكل، وعدم المصادقة تنخفض، وكذلك فيها استعداد مهم لانتخابات نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي في مجلسي النواب والشيوخ. حسابات كثيرة جدا، الكثير منها تذهب في مصلحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن في نفس الوقت هو لا زال بحاجة لإنجاح العودة للاتفاقية النووية لتحقيق الكثير من المكاسب، وقد تزيد الكثير من الضغط أيضا على روسيا.